ما نادى ربنا جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم في القران كله بياء النداء ما قال له قط يا محمد ابدا مع انه جل جلاله صحيح. نادى على كل الرسل نعم. والانبياء باسمائهم مجردة بياء النداء نعم. يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه يا نوح اهبط بسلام منا يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى إنني أنا الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يا زكريا إن نبشرك بغلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة لكن ايتني بآية واحدة في القرآن الكريم كله قال جل وعلا يا محمد أبداً وانما قال يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وانما قال يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وانما نادى عليه بصفته يا ايها المدثر قم فانذر يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا وما ذكر اسمه مجردا الا وقرنه بصفه النبوه والرساله محمد الله رسول الله. الله وما محمد الله. الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله, الله. ثم الله. تاتي الله. الايات التي يبين فيها ربنا قدر نبينا فيقول جل وعلا مبينا انه زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى زكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى زكاه في معلمه قال علمه شديد القوة زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك زكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك زكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم زكاه كله فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه, صلى الله عليه, صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين